سقط قتيلا، كل ذلك بسبب مشاركته في تحدي على تطبيق تيك توك يسمى تحدي الاختناق. أرتشي ليس الضحية الوحيد، الطفلتان لالياني والتون وإرياني جايلين فقدتا أنفاسهما في سن 9 بسبب نفس التحدي أيضا. وراء هذه النافذة وبهذه الغرفة كان الطفل يلعب لعبة الحوت التي يتلقى فيها أمراً بشنق نفسه، وبهذا الأنبوب ربط الحبل وصعد فوق هذا الكرسي، وهنا كانت النهاية. طلع فوق الستارة وحط الحبل على رقبته، طلع فوق الطاولة ونقز يبغى ينتحر. هذه الألعاب القتالية في الجوالات في النهاية يحدونهم على الانتحار، يعلمون أطفالنا الانتحار كيف ينتحر. السلام عليكم. ما شاهدناه في هذا الفيديو هو مصيبة، ولولا ستر الله لكانت كارثة لا يستطيع أي منا تحملها إذا حدثت لأحد أطفاله. وللأسف أغلبنا غافل عن هذه المصيبة، بل الأدهى من ذلك أن الكثير من الأباء والأمهات أصبحوا يربون أطفالهم بهواتفهم كنوع من الإلهاء حتى يزاولوا أعمالهم براحتهم، أو يتجنبوا إزعاج وصراخ الأطفال المتكرر، أو لضغطهم المتواصل لامتلاك هاتف محمول مثل بعض أصدقائهم في المدرسة. إنه واقع تعيشه أغلب الأسر، فانتبهوا انتبهوا انتبهوا لأبنائكم أعزكم الله. لا يوجد أغلى من الأبناء في هذه الدنيا. أضرار جسدية عديدة أقرها الباحثون بشكل لا جدل فيه تؤثر على الأطفال الذين يقضون ساعات يومياً أمام الهواتف والألواح الذكية وممارسة الألعاب وتصفح الإنترنت، والتي تبدأ بأضرار للعين التي ترتفع نسبة إصابتها بالإجهاد والشيخوخة المبكرة والضمور البقعي، وهي حالة ترتبط بالتقدم في العمر وتؤثر بصورة كبيرة في الشبكية، ومن الممكن أن تؤدي لفقد البصر وآلام وأمراض العظام في الظهر والرقبة والصداع والسمنة المرتبطة بمضاعفات أخطر كالإصابة مثلاً بمقاومة الإنسولين وداء السكري وارتفاع ضغط الدم. بل وصل الأمر إلى تأثير الأشعة الصادرة من هذه الأجهزة على بنية الحمض النووي للطفل وزيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان حفظكم الله وأولادكم من هذا البلاء. أشارت الدراسات إلى أن أنسجة وعظام الدماغ تكون أرق قبل البلوغ، وتمتص هذه الإشعاعات أكثر ب10 مرات مقارنة بالشخص البالغ، مما يزيد خطر الإصابة بأورام الدماغ، وربما زادت نسبة الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الغدة اللعابية. ناهيكم بقى عن الأضرار النفسية والسلوكية التي تشمل مشاكل الاضطراب، فرط الحركة، قلة الانتباه، العنف والعدوانية، صعوبة التركيز والتواصل، الأرق، اضطرابات النوم، تأخر الكلام، الانطوائية، وتصل في بعض الأحيان إلى أعراض اكتئابية ومحاولات انتحار كما شاهدنا في الفيديو في البداية. مخاطر ترك أطفالنا مع الأجهزة الذكية والإنترنت والسوشيال ميديا هي مخاطر حقيقية ولا حدود لها كلما تركنا أطفالنا معها لوقت أطول. أنا كأم لم ولن أعطي أولادي جوالاً في طفولتهم أبداً برغم ضغط الأصدقاء والمجتمع، ودائماً أعيد عليه أنا أثق بكم ولكن لا أثق بالعالم التقني الذي نعيش فيه. حددوا بحزم وشدة وقت استخدام أطفالكم للهواتف والألواح الذكية والإنترنت وممارسة الألعاب الإلكترونية كعطلة نهاية الأسبوع مثلاً أو العطل المدرسية. احرصوا بشكل دائم على مراقبة كل ما يشاهدونه وما يلعبون به من ألعاب في هذا الوقت المحدد، مع الحرص على أن يكون التجمع العائلي وممارسة الأنشطة البدنية دائم وأكبر من تجمع الأطفال مع هذه الأشياء. انتبهوا لأبنائكم من هذا الخطر الكبير. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، والله يحفظكم ويحفظ جيلكم.